أهلا لكم من جديد مشاهدينا في فقرتنا، فقرة مساحة حرة. راح نتحدث فيها اليوم عن المناعة النفسية. في حياتنا نمر بالكثير من العقبات والضغوط النفسية والجسدية التي قد تسبب لنا ضيقا أو تعرضنا للكثير من الأمراض النفسية التي لا تقل خطورة عن الأمراض الجسدية. ومع تكرار هذه الأزمات، إذا لم نستطع التعامل معها ومواجهتها بشكل سليم، ستصبح حياتنا وصحتنا النفسية مهددة ونصبح فريسة للآلام والاضطرابات النفسية. لذلك اليوم يسعدنا نتكلم عن هالموضوع بشكل أكبر مع ضيفتنا أكيد الأستاذة أميرة عبد الرزاق، أخصائية نفسية وتربوية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا ومرحبا فيك دكتورة أميرة. أهلا وسهلا دكتورة أميرة. يعني نبي نعرف في البداية تحديد ما هو مفهوم المناعة النفسية. أهلا وسهلا بك وبركة. الحمد لله، كل عام بألف خير. وأنتم بألف خير. المناعة النفسية دلوقتي إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلق، لما خلق جسد الإنسان خلق معاه جهاز مناعي قوي علشان يكون حاجز صد يقدر يواجه به كل الأمراض والفيروسات اللي ممكن تهاجم الجسد. وسبحانه وتعالى خلق عندنا أو هيئ لنا الظروف لأن احنا نقدر نشوف إيه هي الطرق والإمكانيات لتقوية جهاز المناعة ده علشان نقدر نواجه أي أمراض ممكن تكون نتوقع أنها تهاجم الإنسان، وهي التطعيمات اللي بنديها للطفل في بداية حياته الأولى. وزي ما في جهاز مناعة للجسم وللصحة الجسدية، برضو لازم يكون فيه مناعة للصحة النفسية علشان يقدر الإنسان يواجه كل الضغوط اللي ممكن يمر بيها في حياته والاضطرابات النفسية وفترات. كلنا انتوا عارفين كلنا ممكن بنمر بفترات كآبة، فترات توتر، فترات قلق نتيجة زي ما قلت في المقدمة، قلق امتحانات أو اختبارات، تغيير عمل أو وظيفة أو أزمات أو مرض حد قريب أو موت أو أزمات زي كده. إذا ما كانش الإنسان عنده مناعة قوية يقدر يواجه بيها الأزمات دي ويتعامل معها بشكل سليم، هتكون حياته النفسية معرضة لخطر شديد وبالتالي هتأثر على نفسيته وصحته. جميل. يعني فعلا المناعة أو المشاكل النفسية قد تؤدي إلى مشاكل أخرى جسدية كثيرة. كيف ممكن نتخطى الأزمات والاضطرابات النفسية اللي بتواجهنا في حياتنا؟ طبعا انت ذكرتي نقطة مهمة، ان الصحة النفسية مرتبطة ارتباط شديد بالصحة البدنية. وفي امراض معروفة اسمها الامراض السايكوسوماتية او النفس جسمية، بتكون يعني مثلا الاعراض بتكون اعراض جسدية لكن المنشأ والاساس بيكون نفسي. فكل ما كان زي ما قلنا كل ما كانت مناعتنا ضعيفة ومعرضين للتوتر والضغط، هنلاقي نفسنا معرضين برضو لامراض جسدية كتير زي امراض ضغط الدم والسكر والامراض دي كلها والصداع النصفي والحاجات دي كلها ليها أساس ومنشأ نفسي. فبالتالي يعني مفيش فصل بين الاثنين، بين الصحة النفسية والصحة الجسدية. طيب دكتورة، يعني نبغى نتكلم كده من خلال معارفنا ومن خلال أصدقائنا ومن خلال أولادنا أيضا، يعني في هنالك مثلا ممكن أنه ما يكون عندنا مناعة نفسية، مثلا في بعض الضغوطات اللي هي ممكن يتعرض لها أي شخص، مثلا فقدان شخص عزيز عليه، فقدانه لعمله، مثلا أحد من العائلة أو الأسرة من أفراد الأسرة مثلا مريض، ممكن يعني عنده ضغط نفسي ممكن أن يستطيع أن يتخطى هذه المشكلة. الطلاب والطالبات أيضا أثناء الامتحانات طبعا. لكن هنالك يعني بعض الأشخاص يمكن حنا نقول مثلا هذه معقدة نفسيا، بتدقق مثلا على كل كلمة بالزبط. ممكن تلاقي بعض تصرفاتها فعلا إنها عندها عقدة نفسية، مثلا منذ الصغر عندها عقدة وبتفرغ هذا الشيء مثلا على اللي حواليها على طبعا. صديقاتها. وأحيانا بيكون عندنا من أولادنا، يعني ممكن أنت لا شعوريا كأم تفرقي بالمحبة بين شخص وشخص بالزبط. ممكن الطفل الثاني يصير معاه مثلا حالة نفسية تمام. كيف ما هي أعراض الاحتلال النفسي؟ كيف تحسي الأم مثلا؟ تمام. أنا هقولك حاجة دلوقتي، اللي إحنا بنشوف قدامنا كتير، ممكن مثلا أنا أمر بموقف وإنتي تمري بنفس الموقف، بس أنا طريقة تفاعلي مع الموقف بيكون مختلف عن طريقة تفاعلك أنت، قوة صبر أكثر بيكون مختلف عن طريقة تفاعلك وعن طريقة تفاعل غيرك. فبالتالي الاختلافات دي جاية منين؟ زي ما ذكرتي هنا بالظبط ان التربيه نقطه مهمه جدا واساسيه جدا في ان احنا نكون مناعه نفسيه قويه ونطلع اولادنا قادرين على ان هم يتعاملوا مع الحياه ومع الظروف ومع المشاكل والضغوط بشكل سليم. لان يعني احنا على مدار حياتنا وعلى مراحل حياتنا كلها اكيد هنواجه مشاكل واكيد هنواجه اضطرابات صحيح. واكيد هنواجه توترات ومشاكل كتير، فلازم يكون عندنا القدره على مواجهتها.
حضرتك ذكرتي قلتي ان ام بتفرق بين معامله اولادها، فبالتالي في طفل بيشعر بان هو نفسيا ان هو مضطهد او ان هو مش محبوب، فبالتالي بيفقد الثقه في ذاته وفي امكانياته، فبالتالي بيطلع عنده عقد نفسيه. فدي ظاهره من ظواهر نقص المناعه النفسيه عنده، والناتج الاساسي اللي هو التربيه. يعني احنا عندنا المناعه جزء منها بيكون زي بالظبط المناعه الجسديه، المناعه النفسيه جزء منها ربنا خلق الانسان بيه، ان هو عنده قدره طبيعيه وعنده رغبه طبيعيه في المحافظه على حياته والمحافظه على اتزانه النفسي. ولكن عن طريق التربيه يا اما بندعم المناعه دي وبنزودها، او ان احنا بنهدها اكتر وبنكون عرضه بقى لاي يعني اي فيروس جاي من بره، اي مشكله، اي ازمه تخلينا مرضى، تحولنا لمرضى نفسيين. يعني بما انك ذكرتي التربيه واهميتها، ايش الاخطاء التربويه اللي بتقع فيها الام والابوين بشكل عام اللي ممكن تؤدي الى نقص المناعه النفسيه او تدميرها مستقبلا؟ اخطاء معينه ممكن نقدر نحطها في نقاط يجب تفاديها. تمام. والله اللي انا عايزه اذكره ان زي ما الطفل بالظبط بيتولد وهو عنده احتياجات جسديه، الاكل والشرب والغذاء والرضاعه والحاجات دي كلها، برده من لحظه ميلاده ومن لحظه الحمل فيه بيكون الطفل عنده احتياجات نفسيه قويه جدا لا تقل في الاهميه عن الاحتياجات الجسديه. على اختلاف مراحل حياته بيكون محتاج يشعر في بداية حياته من لحظة الميلاد يشعر بالأمان، ويشعر أن العالم الجديد اللي هو دخل فيه ده عالم جدير بالثقة بالاهتمام. ما تجيش الأم ترمي الطفل الشغالة تعامله معاملة سيئة، يبدأ الطفل يتكون عنده شعور أن هو العالم ده مش يعني ما أقدرش أثق فيه. تمام. المراحل اللي بعد كده محتاج الولد إزاي، أهم نقطة أن احنا تقدير الذات، ان احنا ننمي في ابنائنا تقدير ذات. كل ما ارتفع تقدير الطفل لذاته او تقدير الشخص لذاته وثقته في نفسه وفي قدراته وفي امكانياته، كل ما ارتفعت مناعته النفسيه وكل ما تعامل مع المشكلات اللي بيواجهها بشكل سليم. كيف نعزز ثقتهم بانفسهم؟ كيف نعزز ثقه اطفالنا بالطريقه هذه؟ عشان تطلعي طفل واثق من نفسه زي ما قلنا نراعي جدا ونكون حريصين جدا زي ما بنبقى حريصين ان احنا نحمي اولادنا من الامراض، نبعد عنهم اي مثلا فيروسات او اي مكان ممكن نوديهم يتنقل لهم عدوى معينه او الكلام ده كله، لازم بنفس المقدار وبنفس الاهتمام نكون حريصين على ان احنا نشوف ايه هي احتياجات الطفل النفسيه ونحققها ونبدا شويه بشويه عشان تعززي ثقه الطفل بنفسه. الطفل من عمر سنتين بيبدا يتحرك، عايز يجرب كل حاجه، عايز يشوف كل حاجه، عايز يعتمد على نفسه، عايز ياكل لوحده. لما تيجي الام في الفتره دي وتبدا تمنعه وتبدا تقول له لا وتخاف عليه والخوف الزياده والدلع الزياده او العنف الزياده، كل دي حاجات بتهد ثقه الطفل بنفسه. بس كثير دكتور اعتذر المقاطعه، لكن كثير مثلا يعني حتى ما بتكون مثلا الام بتفرق بين عيالها، مجرد مثلا ما تلبي طلب احد مثلا طلب لا انت تحبي فلان اكثر مني، لا انت تحبيها اكثر مني، حساسيه. طب في هذه الحاله الام حتحتار، يعني الام اكيد بتحبهم كلهم واحد، عرفتي كيف؟ بس ممكن انها بتلبي طلب مثلا شخص اللي طلب على حسب الاحتياج كمان. لا في بعض الاحيان بصي الاطفال عندهم حساسيه رهيبه ناحيه تعامل الاب والام معاهم، واحنا الحقيقه بنواجه كلنا اكيد المشكله دي، ان انا ممكن مثلا الصغير محتاج رعايه دايما اكتر من اللي اكبر منه، فبالتالي غصب عني انا لا شعوريا بلاقي نفسي بهتم بالطفل الصغير اكتر. مثلا المريض او اللي عنده ظروف خاصه، فبالتالي غصب عني بلاقي نفسي اوتوماتيك بهتم. بس ممكن لو الام يعني بصي اهم حاجه يكون عندنا الكونسبت بتاع ان انا عايزه اخلي ابني سوي نفسيا، ان حتى لو انا جيت في وقت من الاوقات اهتميت بولد عن ولد يكون عندي فهم لنفسيه الطفل وان ده ممكن ياثر عليه، اعوضه بشكل تاني، اهتم بيه، يقوم ساعتها مع الوقت الطفل بيبدا يدرك انها بتهتم باللي محتاج مش انها بتهتم بالولد التاني عشان هي بتحبه اكتر. فلازم الام تكون بتفكر دايما في نفسيه ولادها، يعني ايه الحاجه اللي ممكن تاذيهم نفسيا وايه الحاجه اللي تدعم ثقتهم بنفسهم وتخليهم يعتمدوا على نفسهم. برضو نقطه مهمه جدا ان احنا ما نساعدش اي طفل عنده امكانيه ان هو يعمل حاجه بنفسه ان احنا نعملها مكانه. احنا كده بنخلق منه طفل اعتمادي ما يقدرش يعمل حاجه لوحده، ما عندوش ثقه ان هو يقدر يعمل حاجه. تلاقي البنت او الولد يقدر ان هو يعمل حاجه معينه ويقول لك لا انا مش هعرف اعمليها انت، لانه ما عودناهوش انه تعود.
ما تعود على تحمل المسؤوليه. معلش نقطه 8 تاني كمان احب ان انا اضيفها، الوازع الديني من بدايه يعني من الولد الطفولة. لسه من الطفوله، ان انا ما اجيش فجاه طول الولد من مراحل حياته اللي عمرها كل حاجه متاحه وكل حاجه، ما فيش حاجه اسمها حرام، ما يعرفش حاجه عن ربنا، ما يعرفش حاجه عن الصلاه عن القران، ما فيش، انا بالنسبه له كنموذج مش سليم، واجي فجاه اطلب منه ان هو يعني ايه ان هو يصلي فجاه مثلا، او ان هو يصوم فجاه، او ان في حاجه اسمها ربنا ما عمره ما عمري ما كلمته. فلما انمي في الطفل بدل ما انمي في الخوف من الناس، انت ما تعملش الحاجه الفلانيه عشان الناس ما يقولوش عليك كذا، ما تعملش الحاجه الفلانيه عشان الناس يحبوك، انا كده ربطت ان هو يعني ربطت رضا الناس، ان هو رضاء الناس مش رضا ربنا سبحانه وتعالى. غير ان انا لما انمي الوازع الديني فيه من صغره هيبدا الولد هو هيكبر وهو عارف ان في حاجه اسمها ربنا، هيبدا نلاقيه ان شاء الله باذن الله نفس مطمئنه ان شاء الله باذن الله. يعني هل صحيح مقوله ان الطفل لعند 7 سنوات تبدا شخصيته ونفسيته يعني هي تكون كاملة الباقي العمر، فعلا بعد 7 سنين بيكون صعب التغيير في أساسيات معينة؟ شوفي الحقيقة أنا بعتبر النظرة دي شوية هي فيها جزء من الصحة بس بعتبرها محبطة، لأن أنا بيجي لي ناس حالات كتير جدا جدا في الوقت ده بيكونوا خلاص يعني مارسوا أخطاء كتير مع أبنائهم نتيجة عدم خبرة، نتيجة ظروف نفسية، ظروف اجتماعية، فتيجي تقول لي يعني خلاص أنا ابني كده ضاع مني مفيش أمل. لا سبحان الله، طول ما احنا في حياتنا طول ما في امل. حتى انا لما كبرت لو انا تربيت بشكل معين او انا اهلي اثروا معايا في التربيه بطريقه معينه او كان في ظروف معينه، انا اقدر، انا في ايدي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. بمعنى كده ان النفس في ايدي، مهما بقى اللي فات فات خلاص، بس انا قدامي طريق السواء النفسي وقدامي طريق الاضطراب واقدر اختار الطريق اللي انا عايزاه. طب نقدر اذا يعني اردنا نقول مثلا المناعه النفسيه هل هي مكتسبه ام تولد مع الشخص؟ زي ما قلت قبل كده وذكرت ان هي عباره عن شقين، شق زي المناعه الجسديه بالظبط، شق الانسان بيتولد بيه اللي هو الفطره، فطرة الإنسان إن هو على الخير وإن هو يواجه الحياة ويحل أموره ويحل المشاكل النفسية، وفي جزء تاني بيجي نتيجة حاجات كتير منها التربية، الجزء التاني الخبرات والتجارب اللي بنمر بيها. زي ما قلت أنا دلوقتي، طيب أنا دلوقتي كإنسانة كبيرة إزاي أقدر خلاص اللي فات يعني أنا مثلا ما عنديش مناعة، كبرت وما عنديش مناعة، إزاي أنا دلوقتي أقدر أحسن مناعتي؟ إزاي أنا بعد ما كبرت أقدر أتعامل؟ فاولا عندي نقطتين، اول حاجه الخبرات والتجارب اللي انا بمريت بيها على مدار حياتي والمشاكل اللي انا مريت بيها على مدار حياتي، اسلوب تعاملي مع المشكله من مثلا 5 سنين وخبرتي بالمشكله دي غير تعاملي معاها دلوقتي. صحيح. اكيد تعاملي معاها في المستقبل بيكون افضل لاني بتعلم، كل مشكله بتحصل لي او كل ازمه بتحصل لي بتعلمني حاجه. صحيح. الحاجه الثانيه خبرات الناس اللي حواليا، انا مثلا عندي واحده صاحبتي، عندي فلانه، عندي بشوف مشاكل حواليا بتحصل، فبالتالي انا تلقائيا بكتسب منها خبرات وبعرف ازاي ان انا اتعامل المره الجايه. والانسان دايما يكون في عنده حوار مع نفسه، يعني الانسان دايما بجد من 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 اهم اسباب الصحه النفسيه التامل، ان انا اي موقف يحصل بيمر عليا في حياتي ما يمرش مرور الكرام كده ويعدي وينتهي، لا كل ما اتامل في الموقف اكتر وكل ما ادرسه واشوف انا اخطات في ايه او انا اتعاملت مع الموقف ده ازاي او فلان ده كان المفروض يتعامل ازاي، واعمل حوار ايجابي مع نفسي بتعلم حاجه المره الجايه اكيد هيكون افضل واحسن. فبالتالي انا كده بقوي نفسي وبقوي مناعتي. يعني مهم الحوار النفسي مع طبعاً مع جدا الشخص، يدرس ابعاد المشكله. في مشكله ثانيه كمان بتمر في الجميع، يمكن السيدات عندهم هالموضوع اكثر، التراكمات النفسيه اللي هو ما بيقدر يفرغ المشكله، الضغوطات متراكمه ومتراكمه بتجعد ابسط مشكله بتنفجر. كيف ممكن الواحد ينفس عن ابسط مشكله مثل ما ذكرتي احل كل مشكله في وقتها ما اراكمها؟ معاكي حق طبعا. الحقيقه النقطة اللي انت ذكرتيها دي مهمة جدا، لأن للأسف يعني يمكن 90% من السيدات بيعانوا من النقطة دي. أولا أنا ضد أن الإنسان يجي على نفسه، يعني أنا حتى في مقولة دايما بحب أقولها، لا تكون شمعة تحترق في سبيل الآخرين، جميلة، ولكن كوني كالشمس أو كالمصباح
تمام. الشمعه بتنور للناس وبتتحرق هي وبتسيح في الاخر وبتنتهي، بتحرق نفسها. وكذلك المراه لما بتكون بتدي كل ما عندها بكل جهدها وتيجي على نفسها مره ورا ثانيه ورا ثالثه، حياتها كلها البيت والاولاد ما عندهاش اي حقوق لنفسها خالص، بتتجاهل نفسها وبتتجاهل حقوقها وبتتجاهل نفسيتها ورغباتها وارادتها، مره ورا مره، تراكم ورا تراكم. ده هيخليها في الاخر حتى اللي كانت بتديه ما عادتش قادره تديه، هتبدا تتحول من انسانه كانت سويه لانسانه مريضه نفسيا، واكتر ناس واول ناس هتاذيهم هي اللي كانت مسلمه لهم حياتها ونفسها. فبالتالي لا، انا اديكي واخد، يعني انا اعمل اللي اقدر عليه، ما اعملش حاجه فوق قوتي وقدرتي وبعدين ارجع بعد كده اشتكي. لا، انا احاول ان انا اكون متوازنه مع نفسي ومع الاخرين، فبالتالي مش هيكون في ضغوط متراكمه بقدر الاستطاعه. احاول ان انا كمان اتعلم ازاي اتعامل مع ضغوطي، مع اي ضغط بمر بيه في حياتي ازاي اتعامل معاه بشكل سليم، بحيث ان انا ما يبقاش زي كاني علبه وبملى الضغط وبقفل عليها في الاخر، بعد كده ممكن تنفجر. بس دكتوره، ما تعتقدي انه تختلف من طبيعه شخص الى اخر؟ يعني في شخص حتى حنا مثلا لما بنقابله او بتتعرفي عليه او احد من ابنائك تلاقيه غامض شويه، يعني يبغالك تجلسي وتتكلمي معه وتتحاوري معه لتسحبي الكلام منه، مثلا انت ايش سويت. وفي مثلا يجي الولد الثاني اول ما يجي يقول لك ادحت التفاصيل مثلا في المدرسه. فمن شخص الى شخص بيختلف الموضوع طبعاً. يعني التراكمات ما هو بيد الشخص بيكون، يعني في كثير مثلا من السيدات اللي مثلا عندها معاناه تقدرش تعبر، اي معاناه تفضل يعني قولي حترتاحي، ممكن انا اقدر اساعدك. ما تقدر، في ناس ما تقدر تتكلم. طيب في هذه الحاله، هو الحقيقه اللي حضرتك بتذكريه ده هي نقطة مهمة، لأن في ناس أولا جزء منها بيبقى وراثي. يعني أنا مثلا أم وأب غالبا كتومين أو منعزلين مش اجتماعيين، فبالتالي الطفل أوتوماتيك بيطلع إلى حد كبير يعني زي الأم والأب في النقطة دي، شخص كتوم منعزل. ومع ذلك ممكن تلاقي الأسرة الواحدة فيها ولد كده وولد كده، كل واحد على حسب نفسيته وعلى حسب مناعته النفسية. نرجع برضو تاني لكلمة المناعة النفسية، أنا وأختي أختين، انا مناعتي اقوى من اختي رغم ان احنا تربينا بطريقه واحده او مثلا، بس في امور سبحان الله الانسان بيتقبلها بتاثر فيه، بتاثر في غيره بشكل مختلف اكيد. فبالتالي من هنا بتظهر الفروق، ان واحده ست كتومه مش قادره انها تعبر وبتطلع لجواها، فبالتالي بتضغط 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 على نفسها. في الحاله دي بتحتاج مساعده ضروري، بتحتاج لحد متخصص يعرف يطلع منها كلام. ومش عيب ابدا ان الانسان لما يكون محتاج ان هو يفرغ، يعمل تفريغ انفعالي ويطلع كل اللي جواه، ان هو يشوف حد يقدر يفهمه او يقدر يخرج منه المعلومه. هنا دور المتخصص، ان انا حتى الانسان الكتوم اللي ما بيقدرش يعبر عن مشاعره، انا بعرف ازاي مثلا اخليكي تعبري بطرق معينه عن مشاعرك، فبالتالي ترتاحي وتفرغي كل الانفعالات والضغوط اللي جواكي. جميل. يعني تقوية المناعة النفسية هل هي فقط عبر تجارب مرينا فيها، أو ممكن تكون من قراءات مثلا، حضور دورات معينة لتقوية لتعزيز أكثر مناعة النفسية؟ كيف ممكن كشخص عنده وعارف نفسه عنده مناعة ضعيفة النفسية، إيش الطرق اللي ممكن يقوي فيها هذه المناعة بشكل أكبر؟ ممتاز جدا. زي ما قلتي، شوفي، زي ما بنهتم بالصحة وبندرس وبجسدنا وبندرس كل ما يخصه وازاي احافظ على جسمي وايه هي الاكلات والاغذية صحيح. المفيدة للجسم وايه هي الاكلات والاغذية المضرة للجسم، مفيش مانع ابدا ابدا، وبالعكس يفضل ان كل انسان وكل شخص يقرا بقدر استطاعتك. اقري ازاي تبقي انسانه سويه، اقري ازاي تبقي انسانه فعاله في المجتمع، اقري ازاي تثقي في نفسك اكتر، ازاي تطوري من امكانياتك، اعرفي قدراتك واعرفي حدود امكانياتك، وحاولي يكون عندك هدف وعندك طموح. فبالتالي كل دي امور بتقوي المناعه النفسيه. برضو نقطه مهمه احب اذكرها لكل اب وام داخلين، او كل احنا الشباب دلوقتي للاسف احنا عندنا خبرتنا بتبقى قليله جدا، وتلاقي دايما الطفل الاول نتيجه خبره الاب والام القليله بيكون عنده مشاكل دايما، لان هو اللي بيواجه العصبيه، بيواجه العنف، يا اما بيواجه الدلع والدلال الزياده عن اللزوم. والحالتين على فكره بيؤدي تقريبا لنفس النتيجه، العنف الزايد او الدلع الزايد، الاثنين نفس النتيجه تقريبا. فبالتالي مفيش مانع ابدا ان اي اثنين مقبلين على الزواج ان هم يقروا ويثقفوا نفسهم في العلاقه الزوجيه بين الرجل ومراته، التعامل ازاي، ان انا اتعامل صح مع زوجي، ازاي اكون زوجه صالحه، ازاي اكون زوج صالح، ازاي اهتم بابنائي، ازاي اربي اولادي. القرايه في الامور اللي زي كده مهمه جدا جدا يعني. تمام. طيب دكتوره، يعني الى متى مثلا او ما مدى اهميه في حاله مثلا اي شخص حس انه عنده فعلا تراكمات وضغوط نفسيه
وده أنه يتوجه إلى طبيب نفسي. أنت عارفة إلى الآن إلى وقتنا الحاضر يمكن تأيديني آية، مجتمعاتنا العربية ما عندها وعي في التوجه عندهم. إذا أنا بروح عند طبيب نفسي مثلا أو بقول مشكلتي لطبيب نفسي وهذه مجنونة أو بنتها انجنت وأخذتها عند دكتور نفسي أو أختها انجنت وتحولت إلى طبيب نفسي. إلى الأسف بالرغم أنه الدكتور النفسي مثل أي دكتور طبعا. زي لما أنا مثلا يكون عندي إنفلونزا وأتوجه مثلا لدكتور ممكن أنا أحس أن نفسيتي تعبانة وماني قادرة أطلع اللي في قلبي مثلا لأحد، ممكن أتوجه لدكتور نفسي. ما رأيك بهذا الكلام؟ والله هي دي ثقافة مجتمعنا للأسف فعلا معك حق، وأنا على فكرة بشوفها كتير جدا. يعني أنا بتجيلي بتكلمني كتير من السيدات مثلا، كمان مش نقطة بس إن هيقولوا عليا مجنونة أو كده، لا ده مثلا تلاقي ست أو زوجة بتقول لزوجها إنها فعلا محتاجة لحد، محتاجة للمساعدة، محتاجة لدكتور نفسي، يقول لها يا شيخة ده أنت بتدلعي، ده شوية زهق بس، أنت زهقانة بس شوية ودلع، وتفضل مرة ورا التانية لغاية ما يعني المرأة فعلا ممكن تنهار نفسيا بسبب النقطة دي. فإحنا للأسف عندنا الثقافة برضو حتة إن أنا رحت للدكتور نفسي وأنا مجنونة، دي برضو بشوفها كتير جدا وبواجهها كتير جدا. لا أرجوكي ما تجيبيش سيرة إن أنا شفتك أو أنا مش عايزة حد يعرف إن أنا كلمتك أو إن أنا بكلم دكتورة أو بروح لدكتورة. الكلام ده كله ثقافة ولازم الحقيقي لازم تتغير، لأن اللي أنا ملاحظاه كمان الفترة يعني أصبح العالم حوالينا مليان بالصراعات والتوترات ومليان بقى سريع بشكل زيادة، بقى متفتح بشكل زيادة، وفي تحس إن في فجوة، فبالتالي أصبح الأمراض النفسية زادت والاضطرابات والضغوط زادت جدا يعني. فاحنا كمجتمع بصراحه لازم نغير ثقافتنا من ناحيه النقطه دي، لان نوصل في يوم نختفي هالقناعه يمكن السيئه. يعني ايش المشاكل النفسيه اللي نقدر نقول عليها خطيره شوي او مشاكل متقدمه اذا الشخص اهمل وجود مشاكل نفسيه معينه عنده، او كان عنده مناعه فعلا نفسيه قليله وواجه مشاكل لكن ما قدر يحلها بالطريقه الصحيحه؟ شوفي انا عايزه اقول لك حاجه، احنا عندنا حاجتين. اول حاجه المرض النفسي، ان انا ابقى فعلا انسانه مريضه نفسيا، يعني انا مثلا بعاني من حاله اكتئاب، بعاني من حاله قلق مزمن، بعاني من لا قدر الله وسواس قهري، لا قدر الله اللي هي الامور اللي هي الامراض النفسيه اللي زي كده، وفي اعراض بتبقى غالبا في الشخصيه او بتبقى مؤقته، اعراض مؤقته. فدلوقتي انا مثلا عندي حاله من الكآبه، الحاله دي مش مرض الاكتئاب، في فرق بين شعور بالاكتئاب ان انا مكتئبه لفتره معينه، كلنا ما حدش يقدر ينكر ان كلنا بيمر علينا مراحل في حياتنا بنمر بحاله اكتئاب مثلا، فبالتالي مش معنى كده ان انا مريضه بالاكتئاب وتكوني زعلانه وتقولي ما اعرف من ايش. انا ما عادش في حاجه بتسعدني، ما عادش في حاجه بتبسطني. صحيح. فهنا دي تعتبر اعراض، دي تعتبر مؤشرات بتديني مؤشر ان انا لا قدر الله عرضه ان انا اكون مريضه نفسيا بعد كده، فلازم فورا اتخذ الاجراءات، لان لا قدر الله الاجراءات اللي هي بقى المناعه فورا الطبيب. برضو نقطة مهمة جدا التوجه لربنا سبحانه وتعالى في النقطة دي بالذات. هنا أنا عايزة أوضح نقطة مهمة جدا أن أنا أتكلم فيها. لما يجيلك حد بيعاني من مرحلة اكتئاب أو فترة اكتئاب وتقولي له اقرأ قرآن وصلي وقرب من ربنا، يقوم يقولك يا أنا بقولك أنا تعبان. وفي هنا نقطة قبل مرحلة المرض النفسي، يعني هي عند ظهور الأعراض اللي بداية أن أنا بمر بفترة اكتئاب، ان انا عشان اقوي مناعتي واقدر ما اوصلش للمرحله بتاعه المرض النفسي، فهنا القران والتقرب من ربنا سبحانه وتعالى والدعاء لربنا سبحانه وتعالى هنا بيعمل لي مناعه، بيعمل لي مناعه نفسيه قويه جدا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الله ينور عليك. الا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب لو جالي بقى مريض عنده مرض الاكتئاب او عنده مرض تاني مثلا خطير، مرض نفسي تاني، في الحالة دي أنا ما أقدرش أقول له اقرأ قرآن وصلي وقرب من ربنا، هبقى بالظبط عاملة زي اللي بقول لمريض السكر أو مريض القلب أو مريض الضغط، لو عايز تخف ما تاخدش علاج واقرأ قرآن وصلي وصوم. هل ده ينفع؟ فإمتى بقى؟ يبقى إحنا نلحق نفسنا عند بداية أنا حاسة إن أنا مهددة نفسيا أو مهزوزة نفسيا، أبدأ فورا
ألجأ لربنا سبحانه وتعالى بالتقرب ليه وبقراءة القرآن وبالصلاة وبالدعاء وبالحفاظ على الفروض بتاعتي. فبالتالي دي جزء من أو إجراء من الإجراءات اللي بتقوي مناعتنا ضد المرض النفسي. جميل. طيب دكتورة كلمة أخيرة، يعني وصلنا لنهاية هذه المحطة، ما هي أعراض الاكتئاب؟ كيف أي شخص مثلا يحس أنه هو فعلا دخل مرحلة الاكتئاب؟ لأن تقولي مثلا إذا أنا يعني كنت مثلا بمر بفترة أنه بكون مكتئبة بس ما هو اكتئاب. تمام. ما هو الاكتئاب؟ الاكتئاب اللي هو المرض دي بقى، أولا لازم تكون مرحلة الكآبة اللي أنا بمر بيها دي لازم تكون على مدار 6 شهور متواصلة. تمام. يعني انا ما اجيش مثلا عندي اكتئاب بقالي اسبوع وفورا اروح اقول ان انا مريضه باكتئاب. تمام. ان من طبعا الاكتئاب درجات، في الاكتئاب البسيط بيبقى عندي افكار عن الانتحار، يعني انا مثلا زهقت من الحياه وما عادش في اي حاجه، اللي كان بيسعدني زمان بطل يسعدني، مهما عملت ومهما غيرت من نظام حياتي ما فيش حاجه بتتغير. طريقه تفكيري سلبي ومش قادره افكر بايجابيه في اي حاجه، بفكر او بتجيلي بتراودني افكار بالانتحار. ما عنديش شعور بالاحساس، كسل على طول وملل على طول ووخم على طول، يا اما اخس زياده يا اما اكل زياده. يعني دي كلها من اعراض الاكتئاب. حلقه خاصه نتحدث فيها عن الاكتئاب واعراضه ومشاكله إن شاء الله، بين حالة الاكتئاب ومرض الاكتئاب أكثر بشكل مفصل. شكرا لك دكتورة أميرة على وجودك معنا، أسعدتنا جدا. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا على متابعتكم لحلقتنا اليوم، أتمنى تكون نالت على إعجابكم. لقائي بكم بإذن الله يتجدد غدا في حلقة جديدة من برنامج حياتنا. الله يعطيك ألف عافية.